مالك يا بنتي مهمومة كده ليه؟ حاسة بوحدها هتموتني. ليه بس يا ست سماح كفر للشر؟ واحنا روحنا فين؟ انتوا ناس طيبين، ورغم ان الحاجة امرتكم انكم ما تكلمونيش برضو بتكلموني. دي الحاجة طيبة قوي قوي قوي، هي بس ظروفها الصعبة اللي مخليها عصبية حبتين. وهي كمان لو عرفتك على حقيقتك هتحبك قوي يا بنتي. يا ريت. بس ازاي؟ انا هقول لها. بنتك يا بنتي عايزة تعرف ان احنا كلمناها بعد ما منعتنا ان احنا نتكلم معاها. امال يعني نسيبها منبوذة على طول كده؟ لا يا اختي، نتنبس احنا كمان معاها. ليش بقى لو كبرت في دماغها وقطعتنا احنا كمان؟ لو على ايه بلاش. طيب احنا يا ميلة بختك يا سماح، يا ميلة بختك، انا بقيت عاملة زي الجربانة والكل بيفر مني. معلش يا ست سماح، احنا ناس غلابة وخدامين اكل عيشنا. نادين كنت فين؟ بقالي اسبوع بكلمك على الموبايل ما بتردش عليا. كنت مسافر، هدخل اخد حاجتي وامشي على طول. جالك قلب تطلقني يا نديم؟ دي رغبه نعمه، وانت عارفه ما اقدرش ازعلها لحد ما انفذ اللي في دماغي. اتفقنا انك تتجوزها من غير ما تطلقني. اعمل لك ايه اذا كنت جننتي وخليتيها تركب دماغها؟ ولحد امتى انا هفضل كده؟ لحد ما اغسل فلوسي مع فلوسها. وانا لسه هستنى لما تغسل 15 مليون جنيه؟ ما عنديش حل تاني. وانا مش هقدر استحمل اكتر من كده، لازم ترديني. قلتلك مش هينفع. لازم ينفع يا نديم. الله، هو عنده ولا ايه؟ نعمة لو عرفت ممكن تطلب الطلاق، وساعتها كل اللي عملته هيطلع على فشوش. نديم انا حامل. انت بتقولي ايه؟ بقولك حامل في شهرين، لازم ترديني. لو مش مصدقني ادي روجيتة الدكتور والتحاليل، عندك العنوان، اسأله. ده حصل امتى؟ تعبت من يومين، رحت كشفت واتأكدت اني حامل. اشمعنى دلوقتي يعني؟ اشمعنى دلوقتي بالذات؟ امر ربنا بقى، اعترض على مشيئته. يا ستي انا ما قلتش حاجه، انا بس بستغرب. احنا بقالنا سنتين متجوزين، سنتين، اشمعنى دلوقتي يعني؟ الحكايه دي هتلخبط الدنيا كلها. ياه، وانا اللي كنت فاكره انك هتفرح وتتنطط لما تعرف ان جاي لك ابن. انا من ساعه ما اتجوزتك وانا نفسي اخلف منك، كنت نفسي اشوف الفرحه في عينك. تخيلتك وانت ماسكني من ايدي بتقولي خلي بالك من نفسك واللي في بطنك.